بلغت السعة الإجمالية لشبكة الألياف البصرية FTTH على مستوى ولاية بسكرة لأكثر من 60,000 خط، وذلك بعد إنجاز أكثر من 10,200 خط خلال سنة 2024، حيث بلغ عدد الزبائن لأكثر من 17,000 خط. وفي سنة 2025 تم برمجة 50 مشروع بسعة إجمالية تفوق 65,000 خط، حيث سيتم تعميم هذه التقنية على جميع بلديات الولاية، وذلك في إطار تحسين الخدمة العمومية وفك العزلة على المناطق المعزولة. قامت اتصالات الجزائر بتغطية منطقة الخندق اللي رانا متواجدين فيها حاليا في دائرة جمهورة بشبكة الألياف البصرية، حيث واجهت الفرق التقنية تحديا وصعوبات لصعوبة تضاريس هذه المنطقة، إلا أنه بفضل المجهودات المبذولة قمنا بوضع الشبكة بنسبة معتبرة.